اسمي جولي إدكار يوسف فرانكول، أنا من سوريا، عمري 28 سنة. موهبتي هو العزف، عزف على الآلة الغيثارة. بدي أحكي عن الآلة إنه هي أصل فرعوني، آلة قديمة جداً، وبلشت من أول ما بلشت بالعزف كنت ببلش بال يعني مثل خدمة، أخدم للأيتام وأصحاب الهمم ودار المسنين. فمن وقت ما بلشت أعمل هالخدمة كان في فن تطوع، هن عجبوا الآلة، عجبوا العزف كيف إنه حساسة وحلوة. فرحت أنا هنيك شاركت بأول عزف على المسرح، فمن هنيك بلشت، ويعني لقبوني كأول عازفة، أول فتاة عازفة هارب التي تعزف على آلة الهارب في الإمارات. فلما رحت هنيك شفت الأيتام، حبيت أعرض نفسي لهم كأنه أعزف لهم شيء أنه هن يحبوا هالشيء، يعني ينبسطوا بالعزف، لأنه هن عادة الأيتام والأصحاب الهمم يعني بيحبوا شخص كحب من دون ما يفهموا أنه أنا ساعدتهم بالشيء، من مجرد ما يسمعوا العزف تبعي والموسيقى رح يكونوا مبسوطين. بعطي رسالتي للأيتام وأصحاب الهمم، وهدول أنا بركز عليهم كتير لأنه هذا من بداية اللي أنا بلشت عليها. فمن هنيك أنا تطورت وصرت أكون معروفة كعازفة عربية. بدي أعطي كرسالة لكل بنت عربية وأجنبية من أي بلد اللي بتحب توصل للمرحلة اللي أنا وصلته لهدفي. أول إشي كل فتاة إلى موهبة معينة الله بيعطينا إياه، فهذا الموهبة اللي إحنا لازم نستخدمه لشان نوصل لأهداف أي شيء، أي هدف بيكون عنا. أنا بفضل كنصيحة كأي شيء للبنات، لأي حدا موهوب بده يعني يكبر بهالموهبة، إنه يحاول المستطيع، ما يقول إنه لا، ما يكون يقول مستحيل يصير، كل شيء مستطاع، لازم يحاولوا ويجربوا وما يعني يوقفوا ويحسوا بخيبة أمل أو خلاص انتهى كل شيء وما عم بلاقي. لأنه أنا كعازفة عربية الإمارات كلها ما كان في عزف الهارب، فأنا من جوا كموهبتي حاولت وتعذبت كتير قبل ما وصلت. أنا أول ما أخذت الهارب ضل عندي 6 سنين بالبيت، كنت أدور على مدرسة عشان أفرجي العزف تبعي للناس وشو اللي بحبه وكل شيء. فهلأ أنا مبسوطة وراضية عن نفسي إنه أنا وصلت للبدي إياه، وخاصة للأشخاص اللي أنا بدي أوصل لهم هذا الحب والعزف إلي.